السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. معكم مستر محمد من قناة تأسيس سليم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض نماذج الوزارة، نماذج امتحان نهاية الترم الثاني. النماذج عبارة عن 221 سؤال، في جزء حلينه منهم في اختبار شهر فبراير ومارس، وباقي الأسئلة متابعة ليها. تعالوا نشوف برضو هنحلهم كلهم على بعض. السؤال الأول: اختر باستخدام نموذج مساحة المستطيل خارج الجسم. عشان أجيب خارج الجسم هجمع 100 زائد 9 بتساوي 109. رقم 2: إذا تم توزيع 37 على 5، 5 في كام ب 37؟ مفيش، 5 في 7 ب 35، فهنا هويتي طبعا هتكون 7. 5 في 7 ب 35 وهيفضل كام؟ وهيفضل 2 عشان نكمل ال 37. رقم 3: 6524 على الأربعة. لما أقسم على الأربعة هتطلع الإجابة على طول 1631. رقم 4: أي مما يلي يساوي 6؟ هحل الأولى والتانية والتالتة، هلاقي الإجابة الصحيحة اللي هي الإجابة رقم 4. إزاي؟ 18 ناقص 3 في 4 بتساوي 12، 18 ناقص 12 بتساوي 6، فهتكون ده هي الإجابة الصحيحة. رقم 5: 30 ناقص 4 في 2 زائد 1. طبعا أول حاجة هعملها الأقواس، 2 1 3، 4 في 3 بتساوي 12، 30 ناقص 12 بتساوي 18. رقم 6: 20 على 5 فيها الأربعة، 4 زائد 5 ناقص 2، 4 و 5 9 ناقص 2 بتساوي 7. أول حاجة جسمها، بعد كده أجمع، بعد كده أطرح. أي الخطوات التي تنفذ أولا عند إيجاد ناتج 14 زائد 4 على 2؟ أول حاجة هكسم 4 على 2، قسمة 4 على 2. رقم 8: أي التعبيرات التالية لها قيمة 5 على 6؟ 5 على 6 اللي هي 1 1 2 1 3 1 4 1 5، فهتكون الإجابة رقم جي. رقم 9: 1 وربع زائد 3 أرباع. هنزل الواحد زي ما هو، وبعد كده ونزل كمان الأربعة. 1 و 3 كام؟ 4. 4 على 4 اللي هي بواحد، 1 و 1 بتساوي 2. رقم 10: 3 ناقص 2 بتساوي 1، شرطة كسر ننزل 8 زي ما هي. 5 ناقص 1 بتساوي 4، يبقى 1 و 4 على 8. لو بصينا في الإجابات مش هنلقاها، بس هنلاحظ ان الاربعة التمانية تكافئ واحد على الاثنين، فهتكون 1.5، لان التمانية نص الاربعة والاثنين نص الواحد. رقم 11: اي الاعداد الكسرية التالية يساوي 6 على 5؟ هنقعد نجربهم كلهم، هنلاقي الاجابة اللي هي رقم جيم. 6 على 5 جت ازاي؟ هننزل الخمسة زي ما هي، 1 في 5 ب 5 زائد 1 بتساوي 6. بعد كده السؤال رقم 12 بيقول العدد الكسري 2 1 على 8 يكافئ. عشان نشوف بيكافئ كام، هننزل 8 زي ما هي واضرب 2 في 8 ب 16 زائد 1 بتساوي 17، يبقى 2 و8 بتكافئ 17 على 8. الإجابة رقم جي. رقم 13: أيا مما يلي هو كسر وحدة. كسر وحدة يعني البسط بتاعه بيكون 1 اللي هي 1 على 8. رقم 14: أيا مما يلي هو تحليل صحيح للكسر 5 على 9 باستخدام قصور الوحدة، يعني 1 على 9 و 1 على 9 و 1 على 9 وهكذا. فين 1 على 9 اللي هي آخر واحدة اللي هي 1 و 1 2 و 1 3 و 1 4 و 1 5، هتساوي 5 على 9. رقم 15: أي معادلة مما يلي لا تكون تحليلا صحيحا للكسر 10 على 11؟ كله لما نجمعهم هيساوي 10 على 11 ما عدا واحدة بس، أنهي فيهم؟ اللي هي رقم جيم. ليه طيب رقم جيم؟ لان 2 و8 10 زائد 1 11، يبقى دي المفروض 11 على 11، فدي هتكون الاجابه الصحيحه. رقم 16: بعد كده اي العلاقات الرياضيه التاليه صحيحه؟ 5 على 7 اصغر من 3 على 7. هنبص 7 مع 7 نشوف هنا المفروض دي تكون 5 على 7 اكبر، فهو بيدور على العلاقه الصحيحه، معناها ان العلاقات دي خطا وعايز العلاقه الصحيحه. طبعا لو بصينا في اخر واحد هنلاقي هنا 7 وهنا 7 وهنا 5 وهنا 1، الخمسة طبعا اكبر من الواحد، يبقى دي الاجابه الصحيحه. كلهم اجابات خاطئه ما عدا اخر واحده هي الاجابه الصحيحه. رقم 17: اي العلاقات الرياضيه التاليه صحيحه؟ اي العلاقات الصحيحه؟ طبعا هنا 7 7 بنبص على المقام الصغير بندي اكبر من، هنا المفروض دي تبقى اكبر من، وبعد كده هنا المفروض دي تبقى اكبر من، المفروض هنا ال11 هي الاكبر من، فهو بيقول لي أي العلاقات صحيحة، يعني أنهي واحدة صحيحة فيهم، فهتكون الإجابة رقم جيم هي الإجابة الصحيحة، لأن 7 على 11 أكبر من 7 على 13. رقم 18: أي من القصور التالية لا يكافئ 3 على 9؟ أي من القصور لا يكافئ 3 على 9؟ طبعا هنلاقي الإجابة الصحيحة اللي هي
6 على 12 جت ازاي؟ لو عندي كده 3 على 9 وهنا 6 على 12، عايزين نعرف بيكافئ ولا ما بيكافئش. هضرب 6 في 9 ب 54 وهضرب 3 في 12 ب 48، اذا ده لا يكافئ ده. طب ممكن نشوف 5 على 15، نشوف 5 على 15، 3 على 9 و5 على 15. هنضرب هنا 3 في 15 ب 45 و5 في 9 ب 45، فكله بيكافئ ما عدا اول واحده. رقم 19، ترتيب الكسور. عشان نرتب الكسور طبعا لازم نوحد المقام على عدد كل المقامات تقبل الجسم عليها، فالعدد ده طبعا هيكون 60، هيقبل على الكل. هنا 60 عشان دي تبقى 60، 10 في 6 ب 60 يبقى هضرب فوق في 6، 5 في 6 ب 30 فهتكون 30 على 60، 15 على 60، 20 على 60، 40 على 60. هو عايز يرتبها من الاكبر، من الاكبر اول حاجه اللي هي 40 على 60 اللي هي متكافئ كام؟ 40 على 60 اللي هي 10 على 15، فده هتكون رقم 1. لو بصينا في الاختيارات 10 على 15 هتكون الاجابه رقم ج. طيب بعد 10 على 15 كام؟ هنشوف هنا هويتي 30 على 60 اللي هي اول واحده. طب اول واحده اللي هي 5 على 10، يبقى تاني واحده هتكون 5 على 10، يبقى كده لو اتاكدنا وكملنا هنلاقي ج الاجابه الصحيحه. رقم 20، اي عدد مما يلي يمكن وضعه مكان النقاط؟ 1 على 2 تساوي كام على 22؟ طب 2 في كام ب 22؟ 2 في 11، يبقى زي ما ضربت تحت في 11 هضرب فوق في 11، 1 في 11 ب 11. رقم 21، اي عدد مما يلي يمكن وضعه مكان النقاط؟ 2 على 3 تساوي 18 على كام؟ الاثنين عشان تبقى 18 يبقى ضربها في 9، يبقى هضرب ال 3 في كام؟ في 9، 3 في 9 ب 27. رقم 22، إذا كان 600 على 60 تساوي 10 فإن المقسوم عليها هو، المقسوم عليها طبعا هو 60، المقسوم 600 المقسوم على 60 خارج القسمة 10. رقم 23، عند قسمة 922 على 3 فإن خارج القسمة طبعا 921 على 3 فيها 307 وهتفضل 1، إحنا هنقسم 921 على 3 هتساوي كام؟ 307 والباقي 1. رقم 24، إذا كان خارج قسمة 48 على 5 يساوي 9 والباقي 3، أي الجمل التالية يمكن استخدامها للتحقيق من ذلك؟ خارج القسمة 48 على 5 يساوي 9 والباقي 3، لو لاحظنا طبعا هتكون دي 5 في 9 ب 45 زائد 3. رقم 25، 5 زائد 30 على 5، هعمل القسمة في الأول 30 على 5 فيها 6، 6 زائد 5 ما تساوي 11. رقم 26، اشترط هدى 8 كتب بمبلغ 160 فإن ثمن الكتاب الواحد يساوي، هقول له 160 على 8، طبعا الصفر هينزل و16 على 8 فيها الاتنين هتطلع الإجابة 20. رقم 27، هعمل القسمة في الأول اللي داخل الأقواس 50 على 10 فيها 5، أصبح عندي جمع وضرب، هضرب 5 في 3 ب 15، 15 زائد 15 بتساوي 30. رقم 28، العدد الذي إذا قسمناه على 8 كان الناتج هو 6 والباقي 2 هو، تعال نشوف الاختيارات مع بعض. فطبعا العدد هو هيكون 50، لأن احنا لما نقسم على 8 هيساوي 6 ويتفضل 2، 50 على 8 هتساوي 6 عشان 6 في 8 ب 48 وهيفضل كام على 50؟ 2. رقم 29، 7 على 12 أقرب إلى الكسر المرجعي نص، ليه؟ لأن السبعة نصها 6 فالستة قريبة للنص. رقم 30، الكسر الذي يعبر عن الجزء المظلل في النموذج التالي هو، هنعد هنلاقي دول 9، 10، 11، 12، 13 على 9. 31، أيا مما يلي يمثل كسر الوحدة، كسر الوحدة اللي بسط واحد اللي هو واحد على السبعة. 32، 5 على 9 زائد 4 على 9 اللي هي 9 على 9، مش موجودة في الإجابات اللي هي إجابتها هتكون 1. رقم 33، 1 على 4 أكبر من 1 على كام؟ العدد اللي أصغر من 4 هنا اللي هو 3، يبقى 1 على 4 أكبر أصغر من 1 على 3. رقم 34، 20 على 7 في صورة عدد عشري طبعا هتكون 2 و6 على 7، لأن 2 في 7 ب 14، 14 و6 بتساوي كام؟ 20. هتعمل لها قسمة وتطلع خارج القسمة وباقي القسمة هتطلع 2 و6 على 7. رقم 35، 4 ونص
في صورة كسر غير حقيقي، هننزل المقام زي ما هو ونضرب 2 في 4 ب 8 1 9 9 على 2 اللي هي الإجابة رقم ج. رقم 36 4 و 2 6 واخد خط كده والمقام 11 و 7 و 1 كام 8 يبقى 6 و 8 على 11 يبقى هتكون الإجابة أ اللي هي 6 و 8 على 11. رقم 37 أي العبارات التالية صحيحة؟ العبارات الصحيحة طبعا هنقعد نجرب هنلاقي الإجابة الصحيحة اللي هي جيم عشان 4 في 2 ب 8 و 5 في 2 ب 10. أما هنا مثلا 5 1 في 5 ب 5 و 2 في 5 ب 10، إحنا العدد اللي نضرب فيه فوق نضرب تحت. هنا ضربنا في 5 أدت 5، هنا ضربنا في 5 المفروض تدي 10، هو مديني 15، هو عايز العبارة الصحيحة هتكون رقم جيم. 38 الصيغة الممتدة للعدد 2 و 35%، هنقول له 2 زائد 3 من 10 زائد 5 من 100 اللي هي الإجابة رقم ب. 39 الصيغة القياسية للعدد 3 أحاد و 5 أجزاء من 10 و 7 أجزاء من 100 اللي هي 357 من 100. 40 4 من 10 يكافئ 4 على 10 اللي هي تكافئ 40 على 100، زودنا صفر فوق وصفر تحت اللي هي الإجابة رقم د. 41 71 جزء من 100 تساوي 71 جزء من 100 اللي هي 71 على 100 هي برضو 71 من 100، هنلاقيها الإجابة رقم ج. 42 1 على 10 زائد 11 على 100، حط صفر فوق وصفر تحت عشان تبقى الميات زي بعضها في المقام، و10 و11 لما تساوي 21 يبقى 21 على 100 اللي هي الإجابة رقم ب. من خلال التمثيل البياني سؤال 43 و44 اللي احنا شايفينه، رقم 43 بيقول لي اي صف دراسي يفضل الخضروات اكثر من الفاكهة؟ الخضروات اللي هو العمود الاسود، هنشوف اكتر فصل دراسة ما يفضل الخضروات، هنلقاه دون بيفضل الخضروات عن الفاكهة اللي هو الصف الثالث الابتدائي. طب واحد يقول ما خدناش دليل، لا ان هنا بيفضل الفاكهة عن الخضروات. رقم 44 ما اجمالي عدد التلاميذ الذين يفضلون الخضروات والفاكهه بالصف الرابع؟ هنيجي للصف الرابع هنلقى لما يحبوا الخضروات 90 ولما يحبوا الفاكهه 100 يبقى هيكون الاجابه 190. رقم 45 للمقارنه بين بيانات سقوط الامطار في صحراء افريقيا في عامي 2020 و2022، فان التمثيل المناسب للبيانات يكون التمثيل البياني بالاعمده المزدوجه رقم 46 أكمل ما يأتي، 12 على 20 تساوي كام على 5؟ الخمسة أصبحت 20 يبقى ضربها في 4، هنضرب كام في 4 عشان تبقى 12؟ هنضرب 3 يبقى 3 على 5 تكافئ 12 على 20. 5 و 2 7 واخد خط ونزل 6 واحدة، 5 و 1 6 أصبحت 7 و 6 على 6، طب ما 6 على 6 اللي هي ب 1 و 7 يبقى كام؟ 8. 1 و 6 زائد 1 اللي هي 2 و 6 لأن 1 و 1 2. 49 5 على 8 تساوي كام على 16؟ 8 أصبحت 16 يبقى ضربها في 2 هطلع أضرب الخمسة في 2 ب 10. رقم 50 إذا كان 55 على 5 تساوي 11 فإن المقسوم عليها هو الخمسة. 51 7000 على 7 هنزل الثلاث أصفار و7 على 7 فيها الواحد. رقم 52 5 هشيل منهم 2 و2 من الخمسة هتطلع الإجابة 2 و3 على الخمسة، هنوضحها في المسألة اللي بعدها اللي هي 53. لما يقول لي 3 تشيل منها 1 و1 من الست، يعني أنت المفروض يكون عندك 3 أجزاء كل جزء مكون من 6 مربعات أو أي شكل أنت ممكن ترسمه. فالثلاثة هشيل منها 1، أدي الثلاثة زي ما احنا شايفين هشيل منها 1 كده، وهشيل كمان 1 من الست يعني جزء 1 من الستة، يبقى هيفضل كام؟ هيفضل واحد وكام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هيفضل واحد وخمسة على الستة. رقم 54 عند قسمة العدد 26 على 5، 26 على 5 يكون خارج القسمة طبعا 5 لأن 5 في 5 ب 25 يبقى خارج القسمة 5، وهيفضل كام؟ وهيفضل واحد. رقم 55 5 على 12 و2 على 12 و6 على 12 هنزل 12 واحدة بس، وهاخد 5 و 6 11 و 1 يبقى 12 زائد كمان كام على 12؟ 1 على 12. هنا خدت 5 و 6 11 وخدت 1 من الاثنين أصبحت 12، وفضل 1 من الاثنين دي اللي هو 1 على 12، طب 12 على 12 فيها الواحد يبقى 1 و 1 على 12. رقم 56 الواحد هشيل منه 2 من الخمسة يعني مكون من 5 أجزاء،
هشيل منه 2 ادي 1 2 هيفضل 3 من الخمسة. رقم 57 48 على 6 المقسوم هو 48، المقسوم عليها هو 6 خارج القسم هو 8. 58 20 على 4 فيها 5 ناقص 3 بتساوي 2. 59 20 على 36 في أبسط صورة، طبعا هنختصرها هنقول مثلا هنا 20 على 4 فيها 5 و 36 على 4 فيها 9 لأن هما الاثنين في جدول 4، هختصر ده على 4 فيها 5 وده على 4 فيها 9. رقم 60 2 على 3 تساوي كام على 12؟ طب ما 3 عشان تبقى 12 اضربها في 4 يبقى 2 هضربها في 4، 4 في 2 بكام؟ ب 8. رقم 61 20 ناقص 9 بتساوي 11، 11 زائد 5 بتساوي 16. رقم 63 الكسر الحقيقي يكون فيه البسط أصغر من المقام، 7 على 2 يسمى كسر غير حقيقي، غير حقيقي لأن بسطه أكبر من مقامه. رقم 65 3 و 2 على 5 ناقص 1 و 4 على 5، عملنا 3 زي ما احنا شايفين كده 3 و 2 من الخمسة، هشيل منهم 1 شلنا الواحد ده وهشيل كمان 4 من الخمسة ادي 1 2 3 4 من الخمسة، هيفضل هنا كام؟ 1 و 1 هنا و 3 هنا و 2 هنا يبقى 3، يبقى يفضل 1 و 3 من الخمسة. رقم 66 3 و 3 أرباع في صورة كسر غير حقيقي، هنزل 4 المقام زي ما هي واضرب 3 في 4 ب 12 زائد 3 بتساوي كام؟ 15. 67 17 على 3 عسى في صورة عدد كسري، عدد صحيح وكسر طبعا هتكون 5 و 2 على 3، بنعملها ازاي؟ عن طريق القسمة. طب عايزين نتأكد 5 في 3 ب 15، 15 زائد 2 بتساوي كام؟ 17 لأن المقام زي ما هو، واضرب التلاتة في كام واجمع معها اتنين عشان تدي 17 هتكون 5. رقم 68 5 على 8 في كام تساوي 15 على 24، الخمسة عشان تبقى 15 هضربها في 3 والتمانية عشان تبقى 24 هضربها برضو في 3. رقم 69 4 على 5 8 على 10 12 على 15 16 على 20 بنفس النمط. لو لاحظنا هنا هنلاقي ان 4 في 2 ب 8 و 5 في 2 ب 10 بعد كده ضرب في 3 4 في 3 ب 12 و5 في 3 ب 15 بعد كده ضرب في 4 يبقى انا هضرب في 5، 4 في 5 ب 20 و5 في 5 ب 25. رقم 70 لما اطرح الرقم ده اللي هو 24506 ناقص 14506 طبعا هطرح الاحاد من الاحاد وهكذا هتطلع الاجابه الصحيحه 10000. 71 606 على 6، 6 على 6 فيها الواحد والصفر ينزل و6 على 6 فيها الواحد هتطلع الاجابه 101. 72 المقسوم في عملية القسمة اللي هو 48، المقسوم 48. 73 خارج القسمة يساوي طبعا هنزل 3 اصفار 1 2 3، 81 على 9 فيها 9 عشان 9 في 9 ب 81. 74 باقي قسمة 82 على 9 المفروض هي 81، 81 على 9 فيها 9 تمام، هيفضل كام؟ هيفضل الباقي 1. رقم 75 هنضرب في الأول 4 في 12 ب 48 على 8 و 16 ناقص 16 ناقص 48 على 8 فيها الكام؟ فيها ال 6 يبقى 16 ناقص 6 اما تساوي كام؟ اما تساوي 10. 76 3 في 2 ب 6 و 4 في 2 ب 8 هو عسى في ابسط صوره اللي هي 3 على 4 بعينها 3 على ال 4 لان 2 على 2 فيها الواحد. رقم 77 هجمع برضو الأحاد مع الأحاد، 1 و 3 ما تساوي 4 و 2 و 2 4 و 6 و 8 بتساوي 14، هكتب 4 واطلع بالواحد، 1 و 5 6 6 و 4 10 صفر ومعانا الواحد، 1 و 1 2 والست تنزل زي ما هي. رقم 78 18 في 25 عشان نعمل 18 في 25، 18 في 25 ممكن نحطهم بطريقة رأسية زي كده وهضرب 8 في 5 ب 40 صفر ومعانا الأربعة، 8 في 2 ب 16 16 و 4 20 أكتب زائد وأحط صفر، 1 في 5 ب 5 1 في 2 ب 2 وأجمع صفر وصفر صفر، صفر و 5 5 2 و 2 4 هتكون الإجابة 450. 79 2 و 6 على 9 ناقص 1
واتنين على التسعة اتنين ناقص واحد بتساوي واحد، والتسعة تنزل ستة ناقص اتنين لما تساوي كام؟ أربعة. رقم 80 خمسة على عشرة هننزل عشرة واحدة، وخمسة ناقص اتنين بتساوي كام؟ تلاتة. 81 أربعة على سبعة في كام؟ تساوي 16 على 28. أربعة في أربعة بستاشر، وسبعة في أربعة بتمانية وعشرين. رقم 82 اتنين على خمسة تساوي 25. كام على 25؟ طب الخمسة عشان تبقى 25 ضربنا في خمسة، يبقى هطلع فوق اضرب في خمسة، خمسة في اتنين بعشرة. رقم 83 89 على 100 زائد 20 على 100 هنزل 101. 69 و20 هتطلع 89، يبقى 89 على 100 في صورة عشرية اللي هي 89 من 100. رقم 84 صيغة الوحدات للعدد 8 و5 من 10 هي 8 في الأحاد و5 أجزاء من 10. 85 القيمة المكانية للرقم 5 في العدد العشري 12 و15 من 100 هي طبعا هو بيسأل على القيمة المكانية للخمسة. القيمة المكانية يعني وقع في خانة ايه؟ الخمسة وقع في خانة الجزء من 100، يبقى 5 أجزاء من 100. رقم 86 القيمة العددية للرقم 6، القيمة المكانية هو وقع في خانة ايه؟ القيمة العددية للرقم نفسه. طب الست هنا قيمتها 6 من 10، يبقى هنقول له 6 من 10. رقم 87 46 على 100 تساوي زائد 3 على 10 هخليها 30 على 100 عشان تبقى المقامات زي بعض، واجمع 46 زائد 30 40 و30 70 و6 يبقى 76. 88 التمثيل البياني المناسب لمقارنة درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال أسبوع في عدة محافظات هو الأعمدة المزدوجة. بعد كده ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. يسمى العدد 45 في عملية القسمة بالمقسوم عليها، إجابة خطأ لأن 45 بنسميها المقسوم. 90 باقي قسمة 65 على 8 فيها 8 يساوي 1، صح. 91 إذا كان خارج القسمة يساوي 5 والمقسوم عليها يساوي 4 خارج القسمة وباقي القسمة 22، فإن المقسوم يساوي 22، دي إجابة صحيحة. نوضحها أكتر، 22 على الأربعة بتساوي 5 والباقي كام؟ 2. 92 تعبر مصفوفة القسمة التالية عن عملية القسمة، 21 أهي على الستة، الواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، أما تساوي تلاتة، أما تساوي تلاتة زي ما احنا شايفين والباقي كام؟ تلاتة، دي إجابة صحيحة. رقم 93 لإيجاد خارج قسمة 4500 على 5 تساوي 900 يمكن استخدام حقيقة القسمة التالية 45 على 5 تساوي 9، إجابة صحيحة، هو هنا لغى الأصفار. 94 يمثل نموذج مساحة المستطيل مسألة القسمة 89 على 6 تساوي 14 والباقي 5، يبقى هنا 10 و 4 14 والباقي 5، إجابة صحيحة. 95 في عملية القسمة التالية خارج القسمة يساوي 224، هنجمع دي مع دي مع دي هتطلع 224 والباقي 4، طبعا هنا الباقي 1 يبقى دي إجابة خطأ. 96 لحل اللغز التالي المستطيل 3 مستطيلات ب 12 يعني المستطيل ب 4، 4 و 4 8 و 4 12، الدائرة ب 6، 6 هنا، طب المثلث ب 10 يبقى 10 و 10 20 و 6 26، دي إجابة صحيحة. هو بيقول لك المستطيل ب 4 والدائرة ب 6، إجابة صحيحة. 97 5 في 6 ب 30 ناقص 4، 30 ناقص 4 ما تساوي 26 زائد 3 تساوي 29، هو بيقول له 13، إجابة خاطئة. 98 7 في 8 ب 56، 56 على 4 فيها ال 14، 14 هنقص منها 2 تساوي 12، دي إجابة صحيحة. رقم 99 17 في 15 ناقص 8 زائد 2، أول حاجة أعملها الأقواس، 15 ناقص 8 بتساوي 7، 7 في 17 ب 119 هضيف عليها 2 هتساوي 121، دي إجابة صحيحة. السؤال رقم 101 1 2 1 3 1 4، 4 على 4 اللي هي ب 1، إجابة صحيحة. 101 في الشكل التالي الكسر الذي يمثل الجزء المظلل 1 من 4، إجابة صحيحة. 102 في الشكل التالي عدد كسور الوحدة التي نحتاجها لتمثيل النقطة E يساوي 5، أدي 1 2 3 4 5 كسور وحدة، إجابة صحيحة. 103 في الشكل التالي الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء المظلل يساوي نص، نص الدائرة، إجابة صحيحة. هو ممكن نعد 1 2 3 4 على 8، ما هي تكافئ النص. 104 الكسر 7 على 5 كسر غير حقيقي، إجابة صحيحة لأن بسطه أكبر من مقامه. الكسر 2 على 7 كسر حقيقي لأن بسطه أصغر من مقامه.
السؤال 106 في الشكل التالي: العدد الكسري الذي يمثل الأجزاء المظللة يساوي 1 و1/4. خطأ، 1 و1/6. 107، 1+5+2/5، الواحد هنخليه زي ما هو وهجمع 1 و2 3، المفروض 1 و3/5. هو ما يقول لي 1 و3/10، إجابة خطأ. رقم 108، 1 و2/5 و3/5، 2/5 و3/5، 5/5، اللي هي بواحد، وواحد يبقى 2، إجابة صحيحة. 109، 2 هشيل منها 1/4، هيفضل 1 و3/4، إجابة صحيحة. رقم 110، 1 و3/4+1، هجمع 3/4 وربع، اللي هي بواحد، وواحد هنا يبقى 2، هو بيقول بتساوي 3، إجابة خطأ. 111، 5 هشيل منها 2، 1/4، هتطلع الإجابة 2 و3/4، دي إجابة صحيحة. رقم 112، يمثل الشكل التالي عملية الطرح: 4 1 2 3 4، و2 من 3 من مظلة جزئية من 3، هشيل منهم 2، ادي 1 2 زي ما هو شال، واحد من 3 جزء 1 من 3، الباقي اللي هيفضل 2 1 2، 1 من 3 دي إجابة صحيحة. رقم 113، يمثل الجزء المظلل في النموذج التالي الكسر المكافئ الواحد على 3، ودي إجابة صحيحة طبعا لأن هم 4 من 12، والأربعة من 12 هي 1 على 3. رقم 114، من حائط القصور التالي الكسر المكافئ للنص هو ربع، إجابة خطأ، لأن لما يكافئ النص اللي هو ده، الجزء ده لما يكافئه اللي هو ده، طب ده كام؟ اللي هو 2 من 4. سؤال رقم 115، الكسر الاعتيادي 5/8 أقرب إلى الكسر المرجعي نص، 8.5 4، هل 5/8 قريبة للنص؟ أيوة طبعا إجابة صحيحة، 5/8 قريبة من النص. 116، النص تكافئ 15/30، طب الواحد هنضربه في 15 هيساوي 15، الاثنين هنضربها في 15/30، إجابة صحيحة. 117، نص في صفر، صفر في أي حاجة بصفر، إجابة صحيحة. 118، 5/7 في 1 هتساوي 5/7، هو بيقول لي 1، إجابة خطأ. 119، عدد الأنصاف في الواحد الصحيح 2، اللي هي نص ونص، إجابة صحيحة. الكسران 12/13 و4/5 متكافئان، طيب الأربعة نضربها في كام تدي 12؟ نضربها في 3. طب الخمسة نضربها في كام عشان تبقى 13؟ زي ما ضربنا في 3 هنا المفروض نضرب في 3 هنا، 3 × 5 = 15، يبقى دي إجابة خطأ، هو بيقول لي 4/5 = 12/13، إجابة خطأ. 121، القصور 6/8 و9/12 و12/16 مكافئة للكسر 3/4، 3 × 2 = 6 و4 × 2 = 8، 3 × 3 = 9 و4 × 3 = 12، أكيد قصور مكافأة، دي إجابة صحيحة. 122، عند قسمة العدد 28 على 8 يكون خارج القسمة 3، لأن 3 × 8 = 24، والباقي 5، طبعا إجابة خطأ، الباقي المفروض يكون 4 مش 5. 123، الخطوة الأولى في المسألة دي إن إحنا نقوم بعملية القسمة، هي عملية القسمة، إجابة صحيحة. 124، المكسوم يساوي المكسوم عليها في خارج القسمة زائد الباقي، إجابة صحيحة. 125، 310/3 تساوي 100، المفروض هي 300/3 فيها 100، فهنا بيقول 310/3 فيها 100 والباقي 1، دي إجابة خطأ. رقم 126، وزعت مريم مبلغ 840 على 4 جمعيات خيرية، فأنا نصب كل جمعية 210 جنيه، إجابة صحيحة، إن 840 على 4 هتساوي 210. 127، الخطوة الأولى في حل المسألة دي إن إحنا نقوم بعملية الضرب، هو بيقول الطرح خطأ. 128، رقم 128 بتقول كسر الوحدة الذي يكون الكسر الاعتيادي 5/8 هو 1/8، طبعا عشان نكون الكسر الاعتيادي 5/8 كسر الوحدة 1/8، دي إجابة صحيحة. رقم 129، عدد كسور الوحدة التي تكون الكسر الاعتيادي 3/4، 3/4 عشان نكونه 1/4 + 1/4 + 1/4، دول كم كسر؟ 3 كسور، 3 كسور وحدة، هو بيقول لهم 4، دي إجابة خطأ. 130، 1 ناقص 1/3 يساوي 2/3، إجابة صحيحة، الواحد هشيل منه 1/3 يفضل 2/3، وممكن الواحد ده خليه 3/3 هشيل منها 1/3 هيفضل 2/3. 131، عدد كسور الوحدة ربع في الواحد الصحيح يساوي 4، اللي هي 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4
عدد كسور الوحدة ربع في الواحد الصحيح سوى أربع كسور، دي إجابة صحيحة. 1 2 3 4. رقم 132، الكسر الاعتيادي 3 على 9 مكافئ الكسر الاعتيادي 2 على 3. طبعا 3 على 9 ما تكافئش 2 على 3، 2 في كام ب3 مفيش. طب 3 في كام؟ 3 في 3 ب9، يبقى المفروض هنا 2 في 3 ب6، في الإجابة خطأ. 133، الكسر العشر الذي يعبر عن النموذج التالي هو 6 من 10، 1 2 3 4 5 6 مظلل 6 أجزاء من 10، دي إجابة صحيحة. 134، صيغة الوحدات للعدد 7 و34 من 100 اللي هي 7 في الأحاد و3 أجزاء من 10 و4 أجزاء من 100، دي إجابة صحيحة. 135، الكسر العشري الذي يكافئ الكسر الاعتيادي ربع هو نص، طبعا الربع اللي هو 25 من 100، أما النص اللي هو 5 من 10 أو 50 من 100، فطبعا ده إجابة خطأ. 136، بيقول ال 58 من 100 أصغر من 6 من 10، هنقارن 6 مع 5 أو ممكن نحط 0. هنا 6 مع 5 من الكبير 6، فدي هتكون إجابة صحيحة. 137، هقارن 2 مع 2، 5 مع 5، هنا المفروض نحط 0، هنقارنه مع 8، طبعا 8 الكبيرة، دي إجابة صحيحة. 138، ربع أصغر من 3 من 10، دي 3 من 10، والربع اللي هو 25 من 100، فالتلاتة أكبر من الاتنين، أو ممكن نحط 30 عشان يبقى هنا عددين وهنا عددين، فالتلاتة أكبر من الاتنين، دي إجابة صحيحة. بعد كده صل كل فترة من ألف ما يناسبها من ب. أول حاجة 18 على 3 فيها 6، 6 زائد 15 21، هشيل منها 1 تبقى 20 اللي هي الإجابة رقم 4. 2 و4 6 هشيل منها 5 على 6، هنبص للي مقامها 6 فيهم هلقاها رقم 3، مقامها 6 من غير ما أحسب. رقم 3 بعد كده أو 141، الكسر الذي يمثله الجزء المظلل في النموذج التالي، طبعا هو مظلل 8 من 4، 8 مربعات من 4 هتكون الإجابة الأخيرة. 15 على 4 تكافئ كام؟ دي مقامها 4، نشوف اللي مقامها 4 كام، هنلقاها أول واحدة اللي هي 3 في 4 ب12 و3 15، آخر واحدة هوصلها برقم 2 اللي هي 910. بعد كده السؤال الثاني أو ألف وب، 224 على 7 هتطلع ب32، 8 على 9 هشوف اللي مقامها 9 فين ووصلها بيها، 8 على 9 تكافئ، 8 على 9 تكافئ 24 على 27، لأن 8 في 3 ب24 و9 في 3 ب27. الكسر غير الحقيقي للعدد 3 و2 على 5 هو هتكون أول واحدة اللي هي 17 على 5، مقامها 5 هوصلها باللي مقامها 5، لأن 3 في 5 ب15 زائد 2 17، 300 على 30 ناقص 20 اللي هي ب10، 300 على 10 هتكون التانية اللي هي ب30، 3 على 4 في 5 على 5 اللي هي برضو ب3 على 4. 149 بيقول لي 3 و4 على 5 شد منها 1 و3 على 5 هوصلها برقم 2، هيفضل 2 و1 على 5، مقامها 5، شوف اللي مقامها 5 وصل بيها. 150 هنا 1 2 3، وهنا 2 من 3 وهنا 2 من 3، هوصلها برقم 5 اللي هي 4 1 2 3، هاخد جزء من هنا بقى 4 و1 من 3، 4 و1 من 3. 888 على 8 هتساوي 86، 4 و3 على 5، 4 في 5 ب20 و3 23 اللي هي رقم 3 23 على 5، آخر واحدة أوصلها برقم 4 اللي هي 80. بعد كده 4 و2 6 و5 و4 9 على 8 هلقاها الإجابة اللي هي رقم 5 7 و1 على 8، مقامها 8 هشوف اللي مقامها 8 هوصلها بيه. 13 على 9 هوصلها برقم 3، 13 على 9 دي مقامها 9، عايزين نشوف هتكافئ كام، هتكافئ 1 و4 على 9، لأن 1 في 9 ب9 زائد 4 بتساوي 13. رقم 156، 77 ناقص 13 في 2 على 2 هتساوي، طبعا بعد ما نحسب الحسبة هنضرب في الأول ونقسم، هنلقاها برقم 2 اللي هي 64، 145 على 5 هتساوي 29. آخر واحدة، التعبير الرياضي الذي يمثله قيمة مكافأة للكسر 6 على 9 هو، هتكون رقم
أربعة اللي هي واحد وواحد اثنين واحد ثلاثة وثلاثة بتساوي ستة على التسعة. 159 باقي قسمة 87 على الخمسة، باقي قسمة 87 على الخمسة هتساوي 2، لأن هو بيسألني على الباقي. 85 على الخمسة فاصل 17 وهيفضل 2. 160 التعبير الرياضي الذي له نفس قيمة 5 على 6 هو، طبعا دي مقامها 6، هنشوف اللي مقامها 6 اللي هي دي 1 1 2 1 3 1 4 1 5 على 6. 77 على 7 فيها 11، 11 و 9 ما تساوي 20 اللي هي رقم 3. الكسر غير الحقيقي الذي يمثل النموذج التالي، طبعا اول واحدة اللي هي 2 و 5 و 5 مظللهم من الاربعة، اخر واحدة هتكون قاعدة 2 هوصلها بالاتنين، لان مقام 8 هنا 4 و 2 6 و 3 و 6 9 يبقى 6 و 9 على 8. 9 على 8 دي هي 8 على 8 زائد 1 على 8 دي بواحد، 1 و 6 كام؟ 7، يبقى 7 و 1 على 8 اللي احنا وصلنا بيها. بعد كده 1 ناقص 3 على 5 هنشوف اللي مقامها 5 فين، هلقاها رقم 4 هيفضل 2 على 5. 2 و 2 على 9 هنشوف اللي مقامها 9 كام، اللي هي 5 و 7 على 9. 812 على 4 هلقاها ب 203. 49 ناقص 7، 7 في 6 ب 42، ف 49 ناقص 42 زائد 4 هتبقى 11. 3 و 5 على 7 مقامها 7، نشوف اللي فيها 7 فين ونوصل بها اللي هي 26 على 7. 169 4 أحاد و 9 أجزاء من 100 اللي هي رقم 3، 4 في الأحاد و 9 أجزاء من 100. بعد كده 170 2 على 10 و 3 على 10 اللي هي 5 على 10 و 9 على 10، نشوف المقام 10 هنلقاها آخر واحدة اللي هي 1 و 4 على 10. العدد العشري الذي يمثل النموذج التالي هو أول واحدة، 1 و 1 من العشرة. رقم 172 10 و 5 على 100 اللي هي 10 و 5 من 100 رقم 2. رقم 44 على 100 تكافئ طبعا 4 على 10 اللي هي رقم 4. بعد كده 3 و 2 على 10 نشوف اللي مقامها 10 كام، هنلقاها رقم 2، هو كاتبها 3 و 2 على 10 هي 3 و 2 من 10. القيمة العددية للرقم 4 دون هتكون 4 من 100 اللي هي آخر واحدة. الصيغة الممتدة للعدد 1 و 17 من 100 أول واحدة اللي هي 1 زائد 1 من 10 زائد 7 من 100. 177 بيقول 6 من 10 أو 60 من 100 اللي هي 6 من 10، 60 من 100 تكافئ 6 من 10. آخر واحدة هنا 46 على 100 زائد 15 على 100 هتساوي 61 على 100 أو 61 من 100. بعد كده 179 2 و 8 على 10 بتساوي 2 وكام على 100؟ أكيد 82 على 100 اللي هي آخر واحدة، 82 على 100. 180 العدد العشري الذي يمثل النموذج التالي هو، طبعا هنا 2 وكم جزء؟ 1 2 3 4 و 4 من 100 اللي هي رقم 3، 42 من 100. 181 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد العشري 12 و 31 من 100، القيمة المكانية هو وقعت في خانتية ووقع في جزء من 10. بعد كده 5 زائد 5 من 10 زائد 1 من 100 اللي هي 5 و 51 من 100. 184 بتقول 2 على 10 زائد 80 على 100، طبعا 2 اللي هي 20 على 100، 20 و 80 100، 100 على 100 اللي هي ما تساوي 1 صحيح. 185 الصيغة القياسية للعدد 2 من الأحاد و جزء من 10 و 9 أجزاء من 100 اللي هي آخر واحدة. بعد كده 5 و 24 على 100 اللي هي 5 و 24 من 100. 8 من 100 أكبر من 5 من 100، لما تعمل مقارنة الصفر مع الصفر والخمسة طبعا أصغر من التمانية، أو هنا ممكن نقول الخمسة من 100 أصغر من التمانية من 100.
71 على 100 اللي هي عبارة عن 1.7 على 10 أو 1.7 من 10. طبعا 10 هتكون الإجابة الثانية. آخر جزء في نماذج الوزارة اللي هي أسئلة المقال 189، يوجد 72 تلميذ في الملعب ونحتاج تقسيمهم ليضم كل فريق 9 تلاميذ، ما عدد الفرق؟ عدد الفرق هقوله 72 على 9 أما تساوي 8 فرق. 190، أحضر سليم 15 فطيرة ليعطيها الأربعة من أصدقائه، كيف يمكنه تقسيم الفطار؟ يعني عايز يقسم 15 على الأربعة هتساوي 3، لأن 3 في 4 ب12، وهيفضل كام من 12؟ هيفضل 3، يبقى الباقي هنقول له 3. 191، يوجد 48 كوب يجب وضعها في صناديق وشحنها، يبقى 48 على بحيث طبعا يسع كل صندوق لثمانية أكواب، 48 على 8. ما عدد الصناديق؟ هقول له عدد الصناديق 48 على 8 تساوي 6 صناديق. 192، يوجد 540، كتبنا هنا 540 على كام؟ 540 قلم من أقلام التلوين في سلة كبيرة، إذا طلب من التلاميذ وضع الأقلام في صناديق بحيث يسع كل صندوق 9 أقلام، يبقى 540 على 9، عدد الصناديق المطلوبة ما تساوي الصفر هينزل، و54 على 9 فيها الكام؟ فيها 6. 193، تبرعت إحدى المنظمات بعدد 48، يبقى كتبنا هنا 48، وتم توزيع الكتب بالتساوي على 6 فصول، ما عدد الكتب التي حصل عليها كل فصل؟ 84 على 6 هتساوي 14 كتاب. رقم 210، انتهى أيمن من حل 2 على 7 من الواجب قبل الرجوع إلى المنزل، ما الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء الباقي من الواجب؟ طبعا هو 7 على 7، حل 2 على 7 هنزل 7 واحدة، و7 ناقص 2 ما تساوي 5، يبقى الجزء الباقي 5 من 7. 211، أنفقت هالة 1 على 10 من مصروفها في شراء لعبة، ما الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء المتبقي من مصروف هالة؟ هي صرفت 1 على 10، يبقى 10 على 10 ناقص 1 على 10 هنزل 10 واحدة، و9 و10 ناقص 1 ما تساوي 9، يبقى الجزء المتبقي 9 من 10. 212، قرأ سمير 3 على 10 من كتابه يوم الخميس وقرأ 55 على 100 يوم الجمعة، ما الكسر الذي يعبر عما قرأه سمير من الكتاب؟ هقول له 55 على 100 زائد 3 على 10، هحط 0 فوق و0 تحت، الكلام ده بيساوي 100 تحت و55 و30 اللي هي 85، يبقى هو قرأ 85 على 100 أو 85 من 100. 213، إذا كانت زجاجة منار تحتوي على 6 من 10 لتر، بينما تحتوي زجاجة هناء على 75 من 100 لتر، أي من الزجاجتين تحتوي على كمية أكثر من الزيت؟ دي 6 من 10 ودي 75 من 100، طبعا هنقارن، هنحط صفر هنا، 6 مع 7 طبعا دي الكبيرة، يبقى زجاجة هناء أكبر من زجاجة منار، أو زجاجة هناء تحتوي على كمية أكثر من الزيت. 214، قطعة من الخشب طولها 12 على 15 وقطعة أخرى طولها 9 على 15، كم يبلغ طول القطعتين؟ أقول له 9 على 15 زائد 12 على 15، 9 زائد 12 هخليها 15 على 15 زائد 6 على 15، ليه؟ عشان 15 على 15 فيها الواحد و6 على 15. 215، كم قطعة صغيرة من الخشب طولها 1 من 10 يمكن تقطيعها من قطعة كبيرة طولها 7 من 10؟ طبعا هتكون 7 قطع. 216، يبعد منزل جمال 44 من 100 كيلومتر عن المدرسة، ويبعد منزل هاني 6 من 10 كيلومتر من المدرسة، من منهما يسير مسافة أطول للوصول إلى المدرسة؟ ده يبعد 60 على 100 وده 44 على 100، لو جينا نقارن هنلاقي إن 60 على 100 أكبر وبيمشي مسافة أطول، إذن هنقول له منزل هاني أبعد ويسير هاني مسافة أطول للوصول إلى المدرسة. 217، اشترت هناء قطعة من القماش طولها 8 على 10 واشترت منى قطعة أخرى طولها 25 على 100، ما مجموع القطعتين؟ هقول له 8 على 10 اللي هي 80 على 100 زائد 25 على 100، هنزل 100 واحدة و 80 و 20 100، وهتفضل 5 100 على 100 اللي هي متساوي 1 و5 على 100.
2018 مشى حسام 5/10 ثم مشى 21/100 حتى وصل إلى المنزل. ما المسافة التي مشاها حسام حتى وصل إلى المنزل؟ طبعا هقول له 5/10 اللي هي 50/100 زائد 21/100 25/70 واحد يبقى 71/100. يبقى المسافة اللي مشاها حسام 71/100 أو 71/100. 219 مع أحمد 15 كعكة واثنين وثلاثة على خمسة منها مغطى بالشوكولاتة، كم كعكة مغطى بالشوكولاتة؟ عشان نعرف كم كعكة هقول له 15 في 3 على 5، 5 على 5 فيها الواحد، 15 على 5 فيها الثلاثة، 3 في 3 متساوي 9، يبقى 9 كعكات مغطاة بالشوكولاتة. 220 توضح البيانات التالية: المسافة بالكيلومتر التي يستغرقها بعض التلاميذ من المنزل إلى المدرسة. زي ما احنا شايفين أول حاجة بيقول ارسم مخطط التمثيل البياني بالنقاط، التمثيل بالنقاط. فطبعا هنا بيقول لي ارسم مخطط التمثيل بالنقاط، رسمنا عملنا خط الاعداد وهنا كتبنا 1 على 5 2 على 5 3 على 5 4 على 5 5 على 5، وطبعا دي المسافه من المنزل الى المدرسه بالكيلومتر. طب اللي ماشي 1 على 5 التلميذ 1، واللي ماشي 2 على 5 3 تلاميذ، واللي ماشي 3 على 5 تلميذ، واللي ماشي 4 على 5 1 2 3 4 4 تلاميذ، واللي مشى 5 على 5 اللي هو المسافة من بيته للمدرسة كيلو تلميذان. يبقى هنا مثلنا التمثيل البياني بالنقاط زي ما احنا شايفين. بعد كده في السؤال رقم بقى بيقول ما المسافة التي يقطعها أغلب التلاميذ للوصول إلى المدرسة؟ المسافة اللي هي 4 على 5، فهقول له المسافة اللي يقطعها التلاميذ للوصول إلى المدرسة هي 4 على 5. السؤال رقم 221 سجل كمال أطول نوعين من النباتات في 4 أيام. النبات الأول كان طوله 5 سنتي يوم الاثنين، والنبات الثاني كان 4 سنتي يوم الأربع. النبات الأول كان 5 و2 على 5 سنتي، والنبات الثاني كان 4 و2 على 5 سنتي. تعالوا نشوف الأسئلة بتقول إيه. استخدم البيانات السابقة وأكمل الرسم البياني التالي. يعني إحنا هنكمل هنشوفه هو رسم يومية وإحنا هنكمل الرسم الناقص. فطبعا إحنا عشان نكمل هنلاقي يوم الجمعة ويوم الحد هما اللي ناقصين، فطبعا هو عايزني أكمل الأعمدة اللي ناقصة. هنشوف يوم الجمعة. يوم الجمعة النبات رقم 1 سجل 6، هعمل لحد 6 قصاد 6 كده وأعمل النبات رقم 1. طيب النبات رقم 2 سجل 4 و3 على 5، هطلع لحد 4 و3 على 5 وأعمل العمود الثاني. الحد النبات الأول سجل 6 و1 على 5، آخر حاجة اللي هي 6 و1 على 5 زي ما احنا عاملين كده. النبات الثاني سجل 5 بس، يعني هاجي قصاد الخمسة كده واعمل النبات الثاني. في السؤال الاخير اللي هو بقى ما مقدار نمو النبات 1 من يوم الاثنين الى يوم الاحد؟ طبعا هو كان 5 يوم الاثنين، بعد كده اصبح 6.25 اللي هو يوم الاحد، يبقى النبات نمى سنتي وواحد على 5 سنتي. وبكده نكون خلصنا نماذج الوزارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.